السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومرحبا بكم في فيديو جديد. ترغبين عزيزتي في التخلص من جفاف المرفقين وتشققهما بسرعة؟ أقدم لك اليوم وصفة طبيعية وسحرية للقضاء على تشقق المرفقين وجفافهما نهائيا. بالنسبة للمكونات التي نحتاج في هذه الوصفة، سنحتاج إلى 5 ملاعق كبيرة من عصير الليمون، سنحتاج إلى 3 ملاعق من ماء الورد، نصف كوب من السكر الخشن أو سكر حبيبات، وربع كوب من زيت الزيتون. بالنسبة لطريقة تحضير الوصفة، نقوم أولا بأخذ عصير الليمون، سأضيف إليه 3 ملاعق من ماء الورد، سأضيف أيضا نصف كوب من السكر، وسأضيف ربع كوب من زيت الزيتون. سنقوم بمزج هذه المكونات جيدا حتى الحصول على خليط متجانس. نقوم بأخذ كمية من هذا الخليط ونضعها على المنطقة المراد تبيضها، سواء المرفقين أو الركبتين. نقوم بالتدليك لمدة 5 دقائق، بعد ذلك نقوم بشطفه بالماء البارد. تكرر هذه العملية مرة واحدة كل يوم من أجل التخلص من جفاف المرفقين بسرعة. يمكننا احتفاظ بهذا الخليط في قنينة زجاجية معقمة لمدة أسبوع تقريبا. هذه الوصفة سهلة وسريعة، ما لكم فقط غير تجربوها. شكرا على التتبع ديالكم، ما تنساوش إلى عجبكم فيديو ديروا له جيم، تبارطاجيو لا فيديو باش يستافدوا منه ناس آخرين، وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد القناة. شكرا على التتبع ديالكم، يمكن لكم تزوروا موقع عينشافمريم.com، أيضا موقع شهيواتي. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم وحلقة قادمة بإذن الله.